ايه، ورجعنا بعد الفاصل مع الضيوف اللي منورينا ومش عارفيننا النهارده، الاستاذ الدكتور احمد رشدي شحاته والانسه يسرى. استاذه يسرى، طبعا بقى مش عارفه اقول لك استاذه ولا انسه، سريعا كده بقى تقول لنا رايك في الكلام الدكتور احمد رشدي بقى، بما انك لسه بقى من الشباب، وطبعا معظم الشباب حابين طبعا الطاقه والطاقه السلبيه، بس يعني طبعا زي ما قال دكتور احمد، يعني احنا النهارده بنكمل موضوع الطاقه، عارفين طبعا ان موضوع الطاقه ده موضوع يعني كلنا في اختلاف عليه، فانت النهارده توضحي لنا بقى، تقولنا ايه رايك في كلام دكتور احمد بس سريعا. هو انا متفقه معاه في الكلام اللي بيقوله ان في ناس كتير يعني حابه تبدع وتاخد من ورا الموضوع فلوس وكده، بس في نفس الوقت مش متفقه معاه في فكره ان الطاقه موجوده، بس هم مش عارفين ان هم يقيسوها، لان مثلا الايمان والتقوى احنا مش بنعرف ان احنا نقيسهم، بس ليهم اثر وليهم افعال. يعني انت معترفه ان في وجود طاقه؟ ايوه معترفه ان في وجود طاقه، بس انا متفقه معاه في نقطه ان في ناس كتير بتزور يعني في الموضوع ده. طاقه انا مش شايفها. طب انت راي حضرتك ايه يا دكتور برضه؟ يعني هي قالت كلام جميل جدا، بس هي نسيت حاجه. انت بتقول الايمان، الايمان والتقوى. الايمان والتقوى يزيد وينقص. ايوه بس مش بنعرف برضه ان احنا نقيسه. لا طب انت شايفاها وانت يعني بتحسيها؟ احنا بنقيس الايمان والتقوى بايه بقى؟ ايوه بالتصرفات والافعال وكثره العبادات. ايوه طب ما الطاقه ليها نفس الموضوع تاثيرها علينا. ايه النهارده انا جيت يا دكتور، انا هي كلامها جميل جدا، وهي اختلست مني الفكره بتاعت المره اللي فاتت في البرنامج، اما انا قلت ان هناك ليس كل شيء يخاص وليس كل شيء ينظر، ولكن اذا انا ما شفتش الاثر بتاعه انا مجنون. ما ازاي تقنعني بشيء غير موجود ولا يقاس حاجة مش وليس له اثر؟ ما احنا قلنا قبل كده، وعيد تاني اذكر المشاهدين، اما بضرب مثل بقول انه التيار الكهربائي ده بيمر في السلك، انا شايف التيار ماشي في السلك. هي طبعا دارسه وعارفه الكلام ده، ما بتشوفوش، بتشوف اثره في ايه؟ في الضوء المصباح الكهربائي اللي منور. الايمان والتقوى يزيد وينقص، مقياسه ايه؟ النهارده انا جيت صليت الفجر حاضر، وصليت قبل ركعتين وكذا، وسبحت بعد صلاه الفجر ومسكت القران وقرات القران، وانتظرت لغايه 12 مكان، لغايه لما الشمس اشرقت، ثم صليت ركعتين فتحاسبت عليها عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلست اقرا القران وسبح واستغفر حمد ربنا واقرا ياسين واقرا الواقعه، ثم بعد ذلك اصلي صلاه الضحى، ثم اقوم انتشر، ثم قبل الظهر اجي اصلي صلاه الايه؟ ركعتين تاني الضحى واربع ركعات الضحى، ازود ما شاء الله لي، وبعدين اصلي بقى اربع ركعات قبل الظهر، وبعدين اصلي الظهر واربع ركعات بعد الظهر، يبقى كده انا ماشي ايه؟ هنا بقول الايمان بتاعي والتقوى ايه؟ زادت. المؤشر بتاعها ايه؟ كثره الطاعات. عندما اكثر من الطاعات ارى ان الايمان يزيد. طب النهارده جيت انا مسكتها وقعدنا ننم مع واحده صاحبتها، عارفه فلانه ومش عارف ايه، مسكنا ايه الموبايل وقعدنا سهرنا لغايه الفجر ما عملناش حاجه. جينا ساعه الفجر ما قمناش نصلي الفجر، فلانه دي وقعد النهارده قالت كذا، وفلانه دي ده مش عارف ايه، ده كلبوزه، ده المفروض كانت تعمل جيم، ده المفروض مش عارف ايه كده في عندنا ايمان؟ لا. ايماننا ايه؟ قال طب رحنا وصلينا الصبح قضاء وقدر. قلنا يا رب دكتور، عشان بيقول لنا الوقت قرب. سريعا حضرتك بقى تقول كل الساده المشاهدين راي حضرتك في خلاصه في عجاله في كلمتين. هي الخلاصه والعجاله في كلمتين، ما فيش حاجه اسمها طاقه. لو في حاجه اسمها طاقه هم يعني قالوا ان بعد العصر، يعني بص انا سايب المقص مفتوح من بدايه الحلقه اهو، احداهن قالت المقص لما فتح اقفليه عشان خاطر ما يقطعش الطاقه اللي في المكان. انا عايز اشوف اقطع طاقه المكان ازاي، وقاعد اشوف الاستوديو هيولع ازاي، واحنا حاطين البتاع ما فيش. احنا عندنا الكتالوج، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحزموا امر او يغلبوا امر او حاجه يقول ارحنا بها يا ايه يا بلال، اللي هي ايه؟ الصلاه. انا دلوقتي مخنوق ومتضايق وعايز اقضي حاجه، قبل ما اجي عندكم هنا عملت ايه؟ استعديت، قلت له ايوه الطاقه الفاشله احضري عليا حتى تفشل الحلقه. يعني بس ما بس ما نعمل ايه؟ صليت صلاه حاجه تمام وجيت. طب عايز اتجوز معلش، ما الكلام ده عايز ساعه، مش عايز تلت ساعه و10 دقايق وكلام زي كده. ما هو انا لو فنان او بتاع او كده كان ايه هتفرض الوقت، لكن سامحكم الله البتاع خلاص ما فيش مشاكل. احنا نقول ان مفيش طاقة، اسهالي اول رهاني، لكن ما تسليش حاجة، ما تورنيش حاجة وتقول لي موجودة وتحاول تقنعني بيها ومش ما ينفعش. شكرا يا دكتور، ما ينفعش. العفو يا مشاهدينا، بنشكر كل ضيوفنا اللي النهارده معانا، استاذ دكتور احمد رشدي شحاته، ارشاد اسري وتكوين سلوك، والانسه يسرى ابراهيم. نشكركم، ان شاء الله نكمل معكم اللقاء باذن الله. كانت معكم نيرة خولي، في امان الله.